هو اسم المشروع رؤية الكفيف بالتصميم الداخلي كلية المكفوفين. هي كلية رح تعتمد انها تدرس لغة البريل اللي هي لغة المكفوفين. هلأ الفكرة اجت من سببين، انه اول اشي انا تخصصي تصميم داخلي، ودائما معروف انه الفن والتصميم وكل هاي القصص بتعتمد على النظر على الجمالية. صار عندي انا فضول انه انا كيف بقدر اصمم فراغ داخلي والفضاء الداخلي اصممه بانه اعالج حالة او وظيفة معينة، او اني اصممه لشخص ما يقدر يشوف. والاشي الثاني انه انا والدي كفيف واجه صعوبات كتيرة. هلأ الحمد لله كانت ظروفه المادية بتسمح له انه يطلع يكمل تعليمه خارج البلد، بس بالمقابل عم بشوف اصدقاء والدي انه الظروف المادية ما كانت مساعدتهم انهم يقدروا يكملوا تعليمهم برا، فكان الموضوع كتير صعب انه ما عم بتتيح لهم هاي الفرصة بشكل كبير. الكرسي من هون فيه نقاط بس مش بارزة، هي محفورة للدفن وغير مؤذية أبداً، بقدر الكفيف أنه لما يجلس عليها أو أنه يحسها يميزها. والظهر نفس الإشي، عملنا له هاي الفتحات حتى أنه يقدر يساعده. هلأ مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات عرفته عن طريق الكلية. تواصلت مع الصندوق، سألتهم عن كيفية التقديم وإنه كيف بقدر أقدم، عن طريق شو، إيش الأشياء اللي لازم أمشي عليها. فقدمت له والحمد لله أنهم هم قبلوا مشروعي، أعطوني دعم صراحة كتير منيح. فأنا بنصح إنه فعلياً الكل يقدم على هذا الإشي من أكثر من ناحية يعني، وحلو إنه فكرتك توصل. بالنسبة للمشروع قام التصميم على مراعاة حاجات الكفيف بتوفير بيئة داخلية ملائمة لهم، ركزت على الجوانب اللي لها علاقة بحاستي السمع واللمس. وهون ركزت الطالبة على تصميم مساحة داخلية من خلال قطع الأثاث مثل ما شفنا بالبرزنتيشن، من خلال أسقف الأرضيات الخامات المستخدمة. بيقدر الكفيف وكأنه يستبصر المكان من خلال الاتكاء على هاي المفردات. قبل تنفيذ المشروع كان دور الصندوق انهم تقبلوا الفكره، والموضوع اللي اشتغلت فيه رانيم له علاقه بالمجتمع وله علاقه بالتصميم، بقدر انه الكفيف انه يروح ويدرس فيها ويكمل تعليمه، فهي مشكله بنواجهها، وهذا مقترح لانشاء كليه في المستقبل في الاردن.